تشاوى من أشهر المساجد التاريخية بالجزائر العاصمة، يعود تشييده إلى العهد العثماني. الجامع قيد الترميم اليوم كان محل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الرئيس التركي استمع بالمناسبة إلى شروحات وافية عن المشروع، كما تابع عرضاً حول التفاصيل المعمارية التي سيشهدها هذا المعلم الثقافي. وهذا الجامع، جامع كوتشاوى الذي نحن الآن أمامه، هو يعكس مدى الترابط الموجود بيننا ويعتبر رمزا مهما في هذا الصدد. وأنا أعتقد بأن ترميم هذه القصبة من قبل شركة تركية سوف يعطي للجزائر قوة ودافعا، كما أنه سيعطي دافعا لعلاقاتنا. الرئيس التركي وفي ختام زيارته للمسجد قام بتحية المواطنين الذين خصوه بترحاب مميز. وقد أشرف الوزير الأول